تمكنت هيئة النزاهة من ايقاف هدر تسعة مليارات دينار من المال العام وضبط عشرات المعاملات المزورة في دائرة تقاعد الانبار، وذكرت الهيئة في بيان أن ملاكاتها نفذت عمليتي ضبط منفصلتين في دائرة التقاعد ضبطت خلالها 75 معاملة مزورة خاصة بالشهداء والمصابين، وتوصلت إلى حصول تزوير في رقم الباركود وتواقيع موظفي مديرية شهداء الانبار لافتا إلى أن مجموع المبالغ التي تم إيقاف هدرها بلغت ثمانية مليارات دينار بالإضافة إلى ضبط ثمان معاملات تقاعدية بعد حصول تزوير في كتاب صحة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات مشيرة إلى إيقاف هدر مليار دينار كانت ستصرف كفروقات ورواتب لمعاملات مزورة